الأزهر الدوح ملء الغوطتين شذا، أم ذاك عطرك فوق الجيد ينسكب، وذلك اللحن هل أصطاء ضحكتها، أم القدود إذا ما أنشدت حلاه. ليش مالك ببيتك؟ أخذت إذن من ابن عمي مشان أقضي لك أغراضك، وسمح لي إني نام هون. ما بصير يا بنتي، ما بصير الحرمة تنام برات بيت جوزها. بس يا أبي صبحي موافق وما عنده مشكلة. لا كيف ما عنده مشكلة؟ يا أبي يعني مشانك، مشان ما ينقصك شيء. يا أبي بدي أسألك على شغلة. اسألي يا أبي اسألي. يعني مشان قصة. قصة شو؟ احكي يا أبي. اليوم الحجة زهرية قالت لي مشان موضوع الخلفة إني روح عند حكيم. ايه، وانت بتعرف يعني صبحي أعلى ما بيتحملوا. ايوه، والحجة قالت لي روح من دون علمه. ايه، شو قولك يا أبي؟ والله قلبي لحيطق، بركي بيتغير. منو هذا اللي بده يتغير؟ قصدي أنا بركي حالتي بتتغير، يعني والله طول الوقت حاسة حالي مهمومة ومكروبة. شوفي يا الفت، الحرمة ما بيجوز تعمل شي برات شور جوزها، وما بصير تعمل شي بدون علمه. مفهوم يا بي. بس يعني نحن رجال عقلنا احيانا ما بتحمل شغلات كثيرة، وهي بتكون ضرورية للحرمة. ها، في كثير من الحريم بيعملوا شغلات بدون شور جوزهم، بس يا بي بيكون فيها مصلحة. مفهوم يا بي مفهوم. ايه يا بي، هلا انا اجا دوري وبدي اسالك. تفضل امور يا بي. غيبة اخواتك طولت. معك حق، طولت كثير. لو كانت بدها تشتي كانت غيمت. لا يا بي، بعيد الشر ما تحكي عنهم هيك.
أكيد إن شاء الله راجعين. إن شاء الله يا أبي إن شاء الله. بس في شباب كتير رجعوا بس ولا واحد منهم بيّا. بس أنا طول الوقت قلبي قايلي إنه هن مناح وراجعين. إيه يا أبي قلي شو كنت بدك تحكي؟ إيه يا أبي يعني أنا بصراحة هالأيام هي أنا كتير مستوحش لحالي. نويت تتزوج؟ عم فكر. من بكرة بنقي لك أحلى بنت الشام تليق فيك. لك لا يا أبي ما بدها دوارة. ملاقي حدا؟ هلا أنا بزمناته لمحتها لأختها لبسيمي لما وصلت عالشام. سليمة؟ يا زين ما اخترت. شو قولي؟ شو قولي؟ من بكرة بروح وبخطب لك ياها. بسيمة؟ بسيمة تعي شوفي مين رجع. سعيد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك مرت عمي. الحمد لله على سلامتك، شو أخبارك؟ الله يسلم، كون طول ده عمرك. طمنونا عنكم، كيفكم؟ كيفك مرت عمي؟ الحمد لله بألف نعمة، أنت اللي كيفك؟ أنا الحمد لله منيح، دريتوا بالأخبار؟ أنا ودرينا الشام كلها دريت، فرحانين وعم ترقص رقص. الحمد لله. تفضل تقبرني، تفضل. تفضل، تفضل. يا ميت أهلا وسهلا. الله يسلمكم يا رب، طمنيني عنك مرت عمي، كيف الشغل وكيفهم بنات عمي؟ أنا الحمد لله بخير، والشغل شوفت عينك ما عم نلحق طلبيات، البنات كتير منح كتر خير الله. اليوم كنت بدي اطلع لعندهم على بيروت بس يلي صار يعني خلاني أجلها لبكرة. بدك تزوريهم؟ لا طالع عجيبهم، عندهم عدة طويلة شوي. إذا هيك بطلع معك؟ لا ما في داعي تعذب حالك، أنا تعودت روح هالمشوار لحالي، يا من شايفني عم خفق رايحة جاية على بيروت، بعدين أنت جاي اليوم من سفر وتعب وقتال، لازم ترتاح لك شوي. ما تاكلي همي انا ارتحت وبعدين لا لازم اطلع هيك احسن مشانك ومشان البنات. معلش حبيبتي معلش بيونسك على الطريق. ايه مثل ما بدك. لحظه شوي سعيد هلا برجع لك. الف الحمد لله على سلامتك يا سعيد. ما قلت لي كيف كانت الحرب معكم؟ ان شاء الله ما خطرتوا. والله يا حجه طلع هذا العصم اللي كذبه كبيره وهم. بتصدقي انه ما كنا نلحق نقرب منهم كانوا يهربوا مثل الارانب؟ طول عمر الجبان هيك. تفضل سعيد، هي مكسبك بالمدة يلي غبتها. ليش هيك مستعجلة؟ معلش، الأمانة صعبة، خود. إي والله، الأمانة حملوها الجبال ما قدرت تحملها. مرت عمي نحن بكرة الصبح إن شاء الله رح نصلي صلاة الغائب على الشهداء بساحة المرجة، وبعدها رح نستقبل الأمير فيصل، بخلص وبجي لعندكم ونتيسر على بيروت. على تيسير الله. إيوه إيوه! لك ما في حدا يفتح الباب؟ الله يعدمني ياكم شغلتي هي. يلا جاي. لك شو جابك لهون؟ كم مرة فهمتك أنا ما تجي؟ الله لا يعطيك عافية. شو في؟ فلقت أمر يا معلم، فلقت أمر. منو هي اللي فلقت أمر؟ فلقت أمر. ولك ولك تبعتني مين هي؟ جماعة معترين، وحدة هي وأمها وما معه المكليك ياكلوا. يا علي يا حرق قلبي والله. شو اسمها؟ وردة. وردة قدي عمرها؟ أقل من 20. طويلة ولا قصيرة؟ طويلة وجسم بياخد العقل. هاي غير المتربس يعني. اسمع لقلك امسيك هدول لك. الله يرزقك الله يرزقك يا معلم. وهدول لمين يا حزرك؟ لوردة. حزرت امسيك بتعطيها اياهن وبتقلها هدول من فاعل خير. فاعل خير؟ لسه ما فعلنا بس انت الا فاعل خير. حاضر معلم. شوف بتكف مغيب هالكم يوم لانه انا عندي كم شغله بدي اقضيهم، بس خلصهم بوصل لك خبر تجي تاخذني لعندك. شو اسمها؟ شو اسمها؟ ورده. قولي على بعضي شو بدي شم. يلا درمل هلا ولا تبين لا ابعت لك خبر. درمل. حاضر معلم. الله معك.
مع السلامة خواجة، مع السلامة. ولا يهمك التواب كلها بتكون عندك. قولي على بعضي شو بدي شم وقطف، شم وقطف. الشيخ سالم حكى مع أبوك، قال له بيقدر يطلقني من أصلاً بداعي الغياب، بس أبوك اللي راكب راسه قال ما عنده بنات تتطلق. شو يعني؟ بده يخليكي هيك مثل بيت الوقف، لا معلقة ولا مطلقة؟ شو بيعرفني؟ إيه والله إذا بيجي أصلاً وكل عيلته يستسمحوني ويبوسوا لي إيدي ما رح أرجع له لو بدي موت حالي. طولي بالك أختي، معك حق، والله معك حق. احكي معه لك أخي، بركي بيغير أهله. أنا؟ هي أنا بدون شي مانو طايقني، مانو لاقيان كلمة مني، وخاصة هلأ، عينه محمرة مني خير الله. كرمالي، والله مالي غيرك. خلاص، كرمالك رح جرب أحكي معه. والمسكينة إلفت. إيه والله وضع ما بيصير لا محب ولا عدو. لساته مو طايقة كمان؟ أكتر من قبل، طول النهار بيتمقطع فيها وبيكسر بما قديفة قدامنا وفوق الكل. شو؟ فوق الكل شو؟ احكي اختي، ليه سكتتي؟ إيه والله محروجة منك. احكي شو في؟ ما عاد فات على غرفتها. إيه امك اللي هي ضرتها شفقاني عليها. اللي ما عم ما افهمه، اذا مو طايقة ليش مخليها لهلا على زمته؟ والله ما عم افهم عليك. ابوكي من كل بيت في براسه موال، واكيد ما كان ترك عنده لو ما في من وراها مصلحه. يلا يا جماعه انا نعست وبدي نام. بكير يا حجه. يا شو بكي؟ والله انتم بتسهروا المطلقه. خديني معك حجه وانا نسيت كمان، رح انشق حناكي من النعاس. تصبحوا على خير، يلا طلعي معي. تصبحوا على خير. تلاقوا الخير. وانتم وانتم بألف خير. ايه بسيمة، شو قولك بسعيد؟ شو بو سعيد؟ بسيمة؟ اعطيب لي اياه. قصدي سعيد وسميحة. والله يا سوريا، يعني أنا ما رح شوف شب أحسن من سعيد لبنتي. بس هي بدها تكمل دراستها، وما بعرف إذا هو بيستناها أو لا. سميحة، سميحة عيونها بيرقصوا رقص وقت بتشوفه. وصبحي؟ صبحي لا بنمشى قدامه ولا بنمشى ورا، ما رح يوافق أنا متأكدة. لا يوافق، أنا عمته لسعيد وموافقة وبدي جوزه. لا الله يخليكي مو ناقصني، أنا من دون شي مو خاصة من تهديدات صبحي وكلامه عني. أي قول اللي بده إياه. كيف يقول اللي بده إياه؟ أي أنا نص أهل الحارة، ما عاد حاكوني، ما عاد تطلعوا فيني بسببه. يا ستي بدي خلي كل الناس ما تتطلع فيه. طولي بالك سوريا، بيبقى أخوكي. أخي؟ هو تذكر إني أخته لما حرمني من حقي وأكل علي ورثتي من أهلي؟ ليش مو هيك عامل مع بسيمة وبنات أخوه؟ لو ما بسيمة قوية وقت حالها كانت ماتت من جوعي وبناتها. بسيمة كانت خايفة على بناتها، أما أنا من وصلتي على الشام وهو عم بماطل، بس ما رح أسكت له، بكرة بيشوف. شو ناوية تعملي يعني؟ اتركوني عم دوزنها بعقلي هلأ. أيها المخلص المريد رفع العلم فوق قمم جبال بلادك، هل طهرت يديك من رشوة الميل ونجاسة المحاباة؟ ليس الاستقلال في نزع راية واستبدالها بغيرها، ولعمري ما تفعل قطعة النسيج في الأدمغة إذا لم تتغير القلوب. فسعادة الشعوب لا تنحصر في رايتها، بل في أدمغة عمالها ورجالها. إلى الذين يؤمنون أن في روح المرأة قوة قادرة على مواجهة الفساد، وأن في يدها سلاحا يمزق الاستبداد، إلى من فيهم الغيرة والحمية، إلى الذين يمدون يد العون لبنات وطنهم، أقدم افتتاحية هذه.
خير تقبريني شبكي؟ فايتة مو على بعضك، صاير شي؟ أول يوم أخذت فيها البنات وسافرنا على بيروت، مرينا بساحة المرجة، كان هداك اليوم يلي الشام كلها ما بتنساه، يوم العصم اللي الله لا يوفقه أعدم الشباب يلي كان كل ذنبهم إنه بدهم بلدهم حرة وبدهم يعيشوا بكرامتهم. يوم فتحية سألتني عن المشانق فكرتهم مراجيح العيد. اليوم وأنا نازلة بكير من البيت رايحة على الجمعية لقيت أهل الشام كلهم واقفين بساحة المرجة، رجال ونسوان ولاد صغار عم يتذكروا الشهداء ويصلوا عليهم. نحرق قلبي لما شفت أهل الشهداء واقفين بيناتهم، حزنانين مقهورين مكسور خاطرهم، بس بذات الوقت كانوا قوايا. إيه كانوا قوايا وراسهم لفوق للسما. صحيح ما عاد يشوفوا أولادهم وما بقي منهم غير صورهم المعلقة على الحيطان، بس لمت الناس حواليهم وكلامهم عن الأبطال خلي الأهالي يحسوا إنه محل كل شهيد رح يكون في 10 و100 و1000 لحتى يدافعوا عن الشام ويقدموا روحهم كرمال الشام وتراب الشام. إيه هي الشام، هي الشام. سمو الأمير، الموكب جاهز للانطلاق. سمو الأمير، الجنرال ليمبي قائد القوات البريطانية طالب أنك تلاقيه على فندق فيكتوريا. لكن موعد استقبال تم تحديده والناس واقفة بالطريق تنتظر. الجنرال مصر أنك تلاقيه قبل إجراءات الاستقبال، وأنا ما بنصح أنك ترفض. سمو الأمير، بدي أوضح لك الترتيبات اللي تم الاتفاق عليها بين إنجلترا وفرنسا ولازم تتطبق، ممكن بعدين نعدلها بمؤتمر الصلح. أولاً، رح تكون فرنسا دولة الحماية بسوريا. اثنين، رح تتولى الإدارة بسوريا طبعاً تحت توجيه فرنسا وبدعم المالي. ثلاثة، رح يكون عندك ضابط اتصال فرنسي مع الكولونيل لورانس. هذا لم نتفق عليه بالسابق. أنا أستطيع قبول المساعدة من الإنجليز من الفرنساوي لا، وأنا اتفقت معكم على حصول كامل سوريا من ضمنها لبنان دون فلسطين. ما قلت له أنه الحماية على سوريا الفرنسيين؟ لا سيدي، أنا ما كنت بعرف. بس أنت بتعرف أنه ما له علاقة بلبنان. لا سيدي، ما بعرف. أمير فيصل، أنت عم تقود لواء تحت أمرتي ولازم تطيع الأوامر وتقبل بالوضع لحتى تزبط الأمور كلها. وأعلن تعيين شكري باشا الأيوبي حاكم عسكري على سوريا. أهل سوريا اختاروا حكومة بقيادة رضا باشا الركابي. مثل ما سمعت يا أمير. ولك شو هاد؟ شو الشغل هاد؟ هيك علمتك أنا؟ روحي عيديا إلي من وشي، روحي. صباح شبكي، شو صاير؟ صرت 100 مرة فهمت الشغل، مو هيك بصير، ما عم تفهم. معلش طولي بالك عليها. بعدين أنت ليش ضايجة؟ شبكي شو في؟ مالك بالعادة لك صباح؟ يو صباح شبكي احكي لك يا خانو. والله حاسي حالي طلعت من حبس وفتت على حبس. له يا صباح، هلأ بيت بسيمي هون صار حبس؟ يا خانو، نحن بقصر الباشا كنا نشتغل من الصباح للمساء ما نقدر نرفع راسنا، وهون مثل مالك شايفة نفس الشي، شغل شغل شغل. والله تعبت، والله تعبت، وحاسي عمري هيك عم يروح على الفاضي. حتى الست زبيدة ما عاد سألت عني بنوب، مع انه انا كل شيء هذا عملته كرماله. اسمعيني صباح، هريبتنا من الاسيتانة وجيتنا على الشام كانت لصالحنا كلياتنا، اما بالنسبة لزبيدة فبدك ما تعتبي عليها، ولي على قلبي عليها، الله يكون بعونها ويحمل معها. اما حضرتك يا خانم. خانم؟ الله يسامحك، عم تتمقلسي علي؟ لك لا يا جدبة، والله أنا حاملة همك وقلبي معك وحاسة فيكي كتير. بعرف إنه بنت حلوة مثلك هلأ لازم تكون ببيت جوزة وعم تربي ولادها وتفرح فيهم، بس ليكي يا صباح، الدنيا بعمرها ما كانت عادلة. في ناس بتاخد أكتر ما بتستاهل، وفي ناس أقل، وفي ناس يا حسرتي عليها ما بتاخد شي. مع ذلك ربنا كريم وما بينسى حدا، والوحدة فينا لازم تصبر شوي لحتى تنول. والله أنا صبرت كتير يا خانو من وقت ما كنت صغيرة وأنا عم بصبر، وحياة الله تعبت،
معلش تقبريني، لازم تصبري كمان شوي. لإمتى؟ صباح. انت شو يلي بدك اياه؟ ما بعرف. انت ضايجه وقلبك هاد رح يجي يوم ويدق فيه ويرقص رقص على كيفك. يا حسرتي علينا نحن النسوان، بدون رجال يحبنا ويدير باله علينا ويقدرنا والله منضيع. لا مو هيك القصة. ايه لا ام بلا هيك القصة. لك صباح احمدي ربك واشكري، ملاقيين سقف يقاوينا ولقمة ناكلها، والله هي نعمة كبيرة هالايام. الف الحمد لله. قلك شو؟ روحي غيري اواعيكي وخلينا نطلع نغير جو. شو رأيك نتفرج على الأمير فيصل هو واصل على الشام؟ مو جاي عبالي. ايه لا صباح هيك بدي ازعلها. لا تقبريني كل شيء إلا زعلك انت. ايوه يلا روحي تقبريني. يلا غيري اواعيكي. صبحي. نعم خادم. لوين رايح؟ ايوه عجبتني هي. لوين رايح يعني؟ رايح الربوة، رايح شم الهواء، موعد الشباب ناخذ مصطبي على كتف بلدة وعلى شوي. وين مطلوب على امتي يعني؟ رايح على الشغل. اكيد على الشغل. شو فايزة؟ عم تكذبيني؟ من امتى بتسأليني هيك اسئلة انت؟ صرت كذا مرة بعتي خبر وراك على المحل وما عم لاقيك. ايوه وعم تدقسي وراي كمان؟ عاملة عواينية علي وليه؟ لك شو بدي اقول لك انا؟ لك شو بدي اقول لك؟ اسمعي من الاخر، انا معيشكم ببيت سياح نياح، وكل شيء بدك اياه عم يوصلك شباكي لباكي بين ايديكي. من ورا شو؟ من ورا هالقديش اللي عم يطح من الصبح لاخر الليل، فهمتي؟ اسمعي شو عم اقول لك؟ لك خافوا الله فيه، ما بتخافوا الله انتو، ما بتخافوا الله، لك ما بقطع قلبكم انا، عم روح من الصبح لاخر الليل واقف على قدام رجلي مشان جبلكم اللقمه وعيشكم مثل العالم والناس، عيشي عيشي منيح وبتستقبلوني على الفايته والطالعه بالضحكه، لك تضربوا انتوا والنكال. يا سبحان الله يا سبحان الله، كيف تقلب السيره؟ دائما الحق معك ونحن الغلطانين. ما راح رد عليكي، لا ما راح رد عليكي. في الله، لك الله شايفك، بشكيكي لواحد احد، انت وولادك، بشكيكم لواحد احد. لا اله الا الله، المهم هلا بدي تلاقي لي حل لموضوع زبيده، نسوان الحاره ما عم يشيلوا سيرتها عن لسانهم، بيهون عليك؟ بيهون عليك يحكوا عليها شروي غروي؟ لك شو عم تحكي؟ اللي بجيب معدل زبيده بقصن له لسانه وبزته للكلاب. بس الحق مو على العالم، حق عليكي انت، خففي لي استقبالات وقري نسوان ولعي نسوان، لك انت اللي عم تجيبين للمصايب، لما بخففي لي استقبالات واخذوا عطا بخف حكي الناس، فهمتي؟ حاضر. يحضر لك الخير، عن اذنك رايح الربوي انا بدي اشوي، بيكونوا شكوا اللحمات الشباب، لك اخ يشكوا بقلبكم سنقي وارتاح منكم، يعدمني ياكل. شفتك شو دلال اللي خبيتيهم؟ ما خبيت شي. شفتك بعيني، افتحي شنطتك وورجيني. ما رح ارجيك شي وما دخلك فيني. اصلا انا بعرف شو هدول. وشو هدول بقى يا ذكية؟ هدول رسالة اللي كاتبتيهم لسعيد. قلتلك حما، منين جايبة هالحكي؟ شوفك بالليل وقت بتعدي وبتكتبي وقت بتبكي بتتشهوئي. خرسي ولا؟ ارجيني الشنطة لك. ما رح ارجيك شي ومالك دخل فيني. ماشي، والله لا احكي لامك. شو بدك تحكي له؟ عن الرسائل والبكا والشوق والصفنات والنفخات يلي كل نفخة فيهم تطبخ طبخة. لا أمانة لا. شفت شلون؟ خلص لا تحكي له عن الرسائل. بدك يعني كذب؟ ما عم إنك تكذبي، بس هي ما رح تسألك عنهم، وإذا قلتي له رح قلنا إنك مقصرة بالعربي. خلص خلص ما رح أحكي شي. حلفي. ليش الحلفان هلا؟ حلفي مشان ارتاح. والله ما لح احكي لحدا.
يلا لكان خلينا نقوم نخلص دب اغراضنا مشان لما تيجي امك تلاقينا خالصين. كيفكن يا بنات؟ اهلين عم برا. شو رايح اليوم على الشام؟ ايه امي بتعرف انه عنا عطلة طويلة وجاية اليوم تاخدنا. ان شاء الله ما تجي لبكرة. ليش؟ مدام جوليا اليوم عندها محاضرة وانا اخذت اذن من بيي تروح واحضرها. انتو كمان تقدروا تجوا تحضروا. يلا المدام جوليا بدها اياكم. كيفكن يا صبايا؟ الحمد لله. شو جهزتوا حالكم؟ مدام جوليا اذا ما اجت امه اليوم واخذتهم تسمح لهم يروحوا معنا على المحاضره؟ اكيد بسمح لهم وبتمنى كمان. مدام جوليا هي اول مره رح اتمنى انه امي ما تجي تاخذنا. حتى لو اجت بوعدكم انه تحضر محاضره مره ثانيه. مدام جوليا انا كثير بحبك. وانا بحبك، بس بتعرفي كيف رح احبك اكثر؟ كيف؟ لما بتهتمي بدروسك أكتر خاصة بالعربي. ما تخجلي مني، خجلي من حالك وقتها بتقصري. اسمعوا يا صبايا، نحن عايشين بمجتمع أكتر من 90% من البنات اللي فيه ما بيروحوا على المدرسة ولا بيتعلموا، لهيك أنتوا عليكم المسؤولية. لازم البنات اللي بعمركم يعرفوا أنه البنت مش بس للبيت وللزواج، البنت مثل الصبي لازم تتعلم وتشتغل. أمي بتشتغل بس ما أنا متعلمة. أمك عملت اللي ما قدروا الرجال يعملوا. اليوم تبدأ عطلتكم وما رح طول بالحديث عليكم، بس أهم شغلة لازم تحفظوها إنه نحن خلصنا من محتل العسملي واليوم بيبدأ مستقبل بلادنا. مستقبل أي أمي هو بإيد النساء، لأنه النساء هن يلي بربوا الصبيان والبنات. يلا هلأ طالعوا شوي وبعدين تسلوا. مدام جوليا شكراً كتير. سوريا دخيل عينك، لا تقولي له لصبحي اني اجيت لهون. لا تخافي، معقولة قل له يعني؟ لا تواخذيني الفة بجيتك غالية، بس لازم اطلع اجيب البنات. لا تقبريني ما في مشكلة، اصلا انا كنت عاوزة سليمة بكلمتين. معي انا؟ ايه انتي، من غير طول سيرة ومن اخره، انا جاي اطلب ايدك لابي. شبكن اجتكن الجمدة كلكم؟ هي سعيد اجا. يلا بخاطركم. دقيقة أصل. عبري قولي لها شي كلمة. أنا ما دخلني، هي سليمة قدامك حديثك معها. دعونا. الله معك. مع السلامة. شو قولتك سليمة؟ ما بعرف، يعني ما كان بيخطر لي أبدا أني أنخطب. ليش لا لك سليمة؟ شو ناقصك؟ ما شاء الله حولك بتطيري العقل. أبو عبد الرجال معدل وما في منه وما بينحكى عليه إلا الخير. هذا من أصلك يا حجة. شو قلتي سليمة؟ لك طولي بالك، شو الشغلة؟ طب غم أعطيني شوية وقت لفكر. والله حقك علي، ما تواخذيني، بس أنا مضطرة أرجع على البيت قبل ما يجي صبحي. أعطيني هيك كم يوم فكر وبخبرك. طيب خدي وقتك وفكري، بس المرة الجاية بس إجي بدي أخذ موافقتك. تأمري والفتخانو. الله يقدم لي فيه الخير. آمين, آمين. يلا بخاطركم. السلامة. شو سليمة؟ شايف العرسان عم يتكافتوا على الباب، شو القصة؟ حجة مشان الحكيم أنا موافقة. كتير منيح لكان، زبطي طلعة من البيت وأنا جاهزة. الله يخلي لي إياكي، يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. كيف الشغل يا صباح؟ تمام كتير منيح حجة. لازم نشهشل شوي لأن الطلبية كبيرة وبدنا نسلمها. تكرم عينك. لمين انباعه قلت لي؟ لأرملة أخوك. ايوه، يعني ما بدك تقول لي إنه سعيد ابني هو اللي اشتراه. سعيد بيشتريهم لأرملة أخوك. ودفعوا لك حقه؟ شندي أخدوه؟ لسه. ليه؟ قال بس يرجع من بيروت بيجي بياخدوه. بيروت؟ ايه ما بعرف، كأني سمعت قال بيروت. اخي متحات، شو رأيك باللي بيدفع لك ضعف حق البضاعة؟ بتعرف حجي، انا بتمنى اني اخذ ضعف حقها، بس بصراحة أرملة اخوك زبوني محرزي وخايف اذا خاوزت معها تقوم تاخذ من عند غيري.
هلا شو راح يعرفها بغيرك؟ اوهو شو راح يعرفها؟ مو ضروري تعريف، كل تجار الجنة بيتمنوا انه يتعاملوا معها. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك حجي، لمعلمي بسيمة زبوني كل التجار بيتمنوا رضاها. ما لك شايف تون بضاعتها طارش السوق؟ شايف والله شايف. أخي مدحات، من هلا ورايح ما بقيت تخبي علي شيء. ما أنا رح أخبي عليك يا حجي. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. شو علي يا سعيد؟ عم تخبي علي؟ ماشي يا ندل. ست ماري؟ مرحبا سوريا خان. أهلا وسهلا. إن شاء الله بسيمة هون؟ لا والله، راحت على بيروت مشان تجيب البنات. طيب لما ترجع خبريها إنه أنا مريت عليها وبرجع بشوفها بخاطرك. لا أيوة، شو بخاطرك؟ فودي نشرب شاي سوا. لا إن شاء الله بس ترجع بسيمة بخاطرك. ست ماري شو صار لك؟ فوتي فوتي فوتي، سلامتك. على مهلك على مهلك، خير ان شاء الله خير. سلامتك سلامة قلبك. على مهلك حبيبتي على مهلك. بعد لي حمى سلامتك. بس والله ما بصير هيك يا ست ماري، يعني معقولة تقضي عمرك موجوعة وعلى عكازة؟ نصيب. ايوه يعني ما لها حل؟ ما لحل. مثل الوجع اللي بقلبي ما له حل. بس على القليلة وجع رجلي مفاصلي تعودت عليه. بس عاد الوجع اللي جوا بقلبي ما عم بقدر اتعود عليه. سلامة قلبك. الله لا يسامح يلي كان السبب. شبني يا الله. خير؟ شبكي ولا شي؟ ما فيني شي. أمانة الله تحكي شبكي؟ كل ما أقول ما بدي أحكي، كل ما أقول بدي أمسك حالي وما عاد أتذكر، ترجع هيك الصور براسي. بس عن جد خلص ما بدي احكي ما بدي احكي. يا ست ماري لا تخلي شي بقلبك. أمال احكي لي، فضفضي لي، قولي اللي بدك اياه. تأمروا شي تاني يا باشا؟ نزلوا الأغراض من الحنطور ومع السلامة. أمرك يا باشا. إيه؟ وهي رجعنا الشام. والله خايف يجي يوم ونندم على الساعة اللي مشينا فيها من الشام. ليش هيك عم تحكي؟ طمنيني، كيفك مدام جوليا؟ يا أهلا وسهلا بسيمة خانم. أهلا وسهلا فيكي. بعرفك سعيد ابن عم سميحة وفتحية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. سويني والصبايا بيكونوا هون، فرحانين كتير إنه رايحين على الشام. بس بنفس الوقت خير. قبل ما يجوا بسيمة خانم كنت حابة ألفت نظرك لموضوع.
تفضلي. سميحة وفتحية شاطرين كتير وحاطين ببالهم العلم والدراسة، بس عندهم مشكلة. مشكلة شو؟ دايما خايفين وقلقانين، كل ما قربت العطلة وصار وقت يروحوا على الشام بس بيفرحوا، بس بنفس الوقت بيحزنوا كتير. أنا رجعت على الشام وبإذن الله ما عاد في شي رح يخليهم يخافوا بعد هلأ. رجعت على الشام؟ ليش وين كنت؟ سعيد البطل كان عم يأكل العصمة الليين، الله لا يوفقهم. اسم الصليب، مع أي جماعة كنت؟ مع جماعة الشيخ طاهر الجزائري. الشيخ طاهر الجزائري؟ أنت بتعرف أنه هو أول من أنشأ مدارس للبنات بالشام؟ إذا سميحة وفتحية بحماية طالب من طلاب الشيخ طاهر الجزائري فأنا أمنت عليهم هلأ. سعيد شاب لكل الشباب، يمكن الظروف ما خلته يكمل دراسته، بس هو اللي ساعدني لحتى أجيب البنات لهم. أمي تقبروني. شلونك أمي؟ أي عمري، شلونكم؟ مشتاقينك أمي. يكتر خيرك مدام جوليا، أنا فرحتي كبيرة لأنه بناتي عم يتعلموا هون، بس صدقيني فرحتي أكبر لأنه لقوا هون أم تانية بتخاف عليهم مثلك. الله يخلي لك يا أمي. حلياني؟ دريت لك حجي؟ خير؟ الفرنساوي صار له مدة منزل قوات كبيرة بإرواد قدو يحتلنا. شو هالحكي؟ وشمعت الأمير فيصل؟ عم يقولوا مو طالبيتهم شي. الفرنساوي عنده سلاح كتير ومعه قنبلات خصوصي للحرب، وحتى معه طيارات. أوف، والدبايح والتبرعات شو صار فيها؟ تبخرت هيك؟ هلا هذا اللي أكل همه؟ قلنا لك طلعنا من تحت الدلف وأنا تحت المزرعة. شباب مرحبا. أهلين أهلين أهلين، يلا السلام عليكم. الله معك. تعالي تعالي. لك كم مرة فهمتك ما تجي لعندي على السوق بهالمنظر؟ ليش أخي؟ خوف من الله؟ لكان من عبد الله؟ لكان خاف الله مزبوط وعطيني حقي. خلصنا خلصنا أختي، هذا الحكي ما بينحكى هون بالمحل، بنحكي بالبيت. بالبيت؟ بيت أهلي اللي طلعتني منه مقلعة؟